أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من السنة ذبح العقيقة في اليوم الرابع عشر؟ وماذا يسن عند الذبح؟ وكيف توزع العقيقة؟ العقيقة تذبح متى ما تيسر ذبحها، لكن الأفضل تذبح يوم سابع من الولادة، أو في الأسبوع الثاني يوم 14، أو في الأسبوع الثالث يوم 21، وبعد ذلك يذبحها في أي وقت تيسر، ويأكل منها في بيته ويوزع على جيرانه وعلى الفقراء. نعم.